وهي قريبة ما زال الإرهاب يسيطر عليها. This خربة الناقوس, the arms group is here, this village, it's called. القرية المقابلة أيضا اسمها واسط ما زال. That one is واسط. The arms group is children and women. يستشهدون والأهالي متمسكون لا يخرجون. They got killed but they will not moving. في أرض صفرة هيك مبينة جوا. That three mountains is called the Zain al-Abidin mountain. There's M5, it's there. يمر عليه الM5. On the main road, M5, main road. مثل الزيتون بين علينا جبل 40, اتجاه جبل 40. نعم. عرفت كيف؟ نعم. في حنتون, شو اسمه؟ حنتون. They have experience how to walk in this one, yeah? You just have to guess, huh? هلا انتو جيتوا اليوم, نحن يوميا شغلنا. هون ما هيك؟ لا بس على اليمين سيدي. هون هي السرمانية سيدي. سرمانية. تحت تماما سرمانية. ايه. نعم. السرمانية هي اللي هوني؟ نعم سيدي هي اللي شايف سيدي هاي البلدة فيها مسلحين السرمانية دلوا عليها تحت هاي اللي تحت. السرمانية. دي السرمانية فيليج؟ سرمانية. أنا ذيس أرمز جروب هير. ذيس فيليج داون. سي؟ يس. قرقور. قرقور. After that, the middle, قرقور. Middle of the plain. Yeah, middle of the plain. After that, شو هذيك اللي بعدها؟ الفريكي. زيزون الجديدة لكن هالمدينة هي مبينة. This city. This city. زيزون, new زيزون. زيزون الجديدة. Where the. معناتها هذه المحطة ما؟ ليك المحطة. That one is the power station. See this زيزون, new زيزون, that one the power station. هلا هون في أتراك. Here there's Turkish. هون في تركي هوني. وينه؟ فوق جوا بالسفح. That one where the middle of the shadow there's light. هاي منا بيكمل الM4 وهو رايح. This Muhambil, the M4 is going to Muhambil and go to Idlib to Saraghin. قرب تعال. شايفوا لهذا البناء؟ هذا اللي فيه الشجرة هذا فيه مسلحين. البناء التحت. تحت. بنفس البناء. See this one for the arms. Opposite of that, the Syrian Arab Army. المسافة 300 متر. There's 300 meters between that plant تحت, تحت and that البناء هذا. إيه شفته؟ أشرت له عليه. This call المباقر. هذا كان مشروع. This project, you know, it's يعني بيربوا في أبقار. Project for the cows, you know, growing the cows. Yeah, it's called المباقر. Half with the Syrian Arab Army and half with the arms group. ما حدا بيضربك لو حاولوا يضربوك بتضلك انت كشاف تعطي المعلومات ضربوني الشواريخ yeah, famous battle has happened here in this area. هو بعكس بسيط جدا هلا